أينما كنتم وفي كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وبمتابعتكم لحلقات سكة وتر المتتالية والمتعاقبة، ونحن نوسم ونكرم رموز الفن في هذا البلد الكبير والواسع. ضيفي لهذا المساء الذي تخيرنا أن نكون معه وفي معيته فنان لون سماوات الوطن إيقاعا وتطريبا ورسما وتلوينا، طرق كل مجالات الإبداع في هذا البلد بغية التطوير وهدف من خلالها إلى الارتقاء بمعنى الفنون المختلفة في السودان. كل الدروب الفنية شارك فيها ووضع فيها اللمسات. ضيفي لهذا المساء حاول ونجح بالتأكيد في تطوير الأغنية السودانية مع حفاظه على روح القومية في الإيقاع السوداني وفي المضمون السوداني. عزف على الآلات المختلفة باختلاف إيقاعاته وأصواته، وأيضا وضع الخرط والمناهج التعليمية، وإذا كل الدروب الفنية تطرق إليها، لمسها وخاطب من خلالها وجدان الشعب السوداني لسنوات طويلة، فكان ملكا للجاز في بلادي. سعيدة من خلال هذا اللقاء أن أرحب بأستاذ نشر حبيل أحمد، ضيف كريم على سكة وتر. أهلا بك كثير. أهلا بكم، شكرا. أهلا بك. أيضا من خلال هذه الحلقة سعداء يكون في معيتنا لهذه الحلقة بروفيسور محمد آدم سليمان، وهو رئيس قسم الموسيقى كلية الموسيقى والدراما جامعة السودان، مشاركا إيانا في هذه السكة سكة وتر في معية الأستاذ شرحبيل أحمد. أهلا بك كثير. مرحب بكم ومرحب بالأستاذ شرحبيل، وأفتكر أنها فرصة جميلة وسعيدة الواحد أنه يلتقي بالأستاذ شرحبيل في هذا المشوار. سليمان أبو علامة، أنت أحد الأصوات الجميلة، نرحب بك وبانضمامك لهذه الحلقة. شكرا جزيلا، وسعيد جدا أنه أنا حضور لمعية الأستاذ شرحبيل. اهلا بكم كثير. واستاذ شرحبيل، يعني حاولنا في هذا البرنامج ان نؤسس للتوثيق الممرحل منذ النشأة والبدايات وصولا الى الفترة الآنية التي نحن فيها. اذا اردنا ان نبدا بشرحبيل احمد، لا اجد، هل ابدا بالفنان الرسام الذي يحب العزف ويهوى التجريب على كل الآلات، ام لكن يبدو انه بعض المحطات المهمة التي يمكن أن نبدأ بها هو ملحق الرياضيات، منه بدأ البحث عن شخصية رسم لها الآخرون طريق لكنه لم يكن مناسبا لصاحب هذا الطريق، الذي كان يعني يعرف بينه وبين نفسه أنه ثم دروب أخرى في انتظاره، ثم نجاحات أخرى تنتظر هذا الدفق والحماس والتجريب والدأب المتواصل. هذه المرحلة من خلالها بدأ البحث عن مراحل أخرى، لو بدأنا منها، وإذا كان ما قبلها يمكن أيضا لا بأس. الحقيقة شكرا. الدرب طويل 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 طويل، والبدايات هي يعني بدايات أقدر أن أقول فيها كثير من الإشارات والعلامات. طبعا كنت أنا ما أعرفها، كان الواحد فينا بكون زي ما بقولوا مدودي وساكت، يعني ما جاب خبر الحاجة دي، ولكن كانت يبدو أنه في الأعماق في خلايا فنون وخلايا تشكيل وخلايا موسيقى بالداخل، وشاءت الظروف والأقدار والإعلام أنها تفجر هذه الأشياء كلها وتصحر تباعا. حقيقة لو بدينا من الأول، أنا كنت منذ المرحلة الأولية كنت مولع جدا بالموسيقى، وكان في منزلنا وقت ذاك فونوغراف اللي هو ريكورد بلاير، الفونوغراف القديمة اللي عندهم اللي كده ده، وكانت اسطوانات الحقيبه موجوده في المنزل، ودي اشاره على انه والدي ذاته يعني كان بيحب فن الحقيبه وبيحب فن المدايح، وهو واصحابه كان لهم جلسات كثيره جدا في البيت، وكان شرحبيل الصغير الاكثر من الشباك دائما بيجي بيتاوق وبعاين وبيسمع، وكنت انا مولع بهذا الفونوغراف، وكانت في اسطوانات محدده كنت بستمع اليها،
وفي نفس الوقت كان بتعجبني في الاسطوانه في الامبلم او الاسطوانه ما فيها ليبل او بيسموه شنو نقول ماركه بتاعت الاسطوانه اللي فيها الكلب اللي بيسمع في السماعه وبعدين الكلب بدور كده وانا بدور معه فيعني كانت حياتات كلها مع بعض يعني حاجه جميله جدا. اول حاجه دي حكايه الكلب المدور دي طبعا دي اشاره بتاعت الرسم والحركه والاستماع. حتى انا مرات بسمع الاسطوانات والكلمات ما بعرفها. المهم في خلال دي برضو والدتنا يعني رحمة الله عليهم جميعا كانت أيضا هي بتحب أغاني الحقيبة وبتحفظها وبتغني، خاصة وهي كانت فنانة جدا في أعمال الإبرة. يعني دي إشارة الرسمة الأولى يعني أنا عرفتها كده. يعني أنا زي في سؤالي ما كنت موفقة، فطرت مرحلة يعني غزيرة جدا وثرية جدا. يمكن أنا بدأت بالمرحلة العملية اللي كان فيها التوجه الواضح على أيوة مستوى يعني تاريخيا، لكني كده. يعني أغفلت مرحلة مهمة وشكرا على ذكرك إياها. فبعدين طبعا الحياة دي كلها اختزنت مع بعض، و بجيت انا بقلد الاسطوانات وملعبها جدا. كانت فيها اسطوانات شرقيه وفيها اسطوانات مرشات حبشيه، وكان فيها حتى ذكر اغنيه من اغاني ام كلثوم اسمها على بلد المحبوب. بعدين من الاغاني بتاعت الحقيبه كلها اغاني الحقيبه الحسه دي كلها كانت مسموعه زمان، وكانت اغاني ام الحسن الشيقيه، كان واحد كده من ول عبادي اللي بيقول الحسن صقعت النجم اللي بيحمي الشهاده والنجم كله لينا دق الصوت ما بهم، وزي زهره الروض الذليل، واغاني بتاعت زنجار من بفنفسك القطار وسوداني جوا ميداني. الحياه دي كلها كانت موجوده. يلا يعني عشان نفوت المرحله دي شويه. لا ما تفوت اي حاجه. فأنا خلاص أنا بقيت مولع بالحكاية دي، وبقى ده الشغلانة بتاعتي بنتظر بيتين يوم الجمعة يجي عشان يدوروا الفونوغراف ده وأنا أستمع للحكاية دي. بعدين في نفس الوقت كنت مولع بالسينما شديد. في الوقت ده طبعا أفلام ميكي ماوس ظهرت، وما كان في جيري ده، كان في ميكي ماوس الفار براو، لكن ما كنت بتذكر حياته اللي بيعملها شنو. المهم كانت حياة جميلة جدا جدا. وأفلام الكاوبوي، يلا في أفلام الكاوبوي بيظهر الجيتار وبتظهر الأغاني بتاعت الغربية، وبعدين الأفلام الهندية برضو بتظهر فيها بعض الحاجات والمغامرات، والأفلام الشرقية. أنا بتذكر في الفترة دي يعني أنا كنت مولع بالأغاني المصرية بشكل وما عارف انا بقيت احفظها كيف. يعني انا اغاني عبد الوهاب القديمه كلها عارفها وانا من كنت صغير، يعني لحد انا ما بقيت كبير انا ذاتي مستغرب كيف انا كنت عارف الاغاني دي، اللي هي الفيلم الاول رصاصه في القلب، والثاني يوم سعيد، وممنوع الحب، ويحيى الحب، والورده البيضاء، وثاني في فيلمين، الخامس يوم سعيد، السادس ده نسيته. فكانت حاجة جميلة جدا يعني كنت كل الحاجات دي. وطبعا بعد ذاك قامت الحكاية دي بقت تكبر 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 يعني من عبد الوهاب. طبعا السينما المصرية ذاتها كانت غنية بالأفلام الاستعراضية، ويمكن كان ده السبيل الثقافي الوحيد في الناحية الموسيقية بالنسبة للناس زي يعني ما زي كان بيكونوا في ناس كتار برضه. كانت السينما دي كانت دي الحته الوحيده اللي بيلتقوا بها بالموسيقى. وبعدين برضو كانت موسيقى القوات المسلحه. اذكر انه كان ده برضو يوم جميل جدا، يوم الجمعه في ميدان البوسطه في الدرمان، في بتاع مصطبه مربع كده، وفي النص كده لمبه طويله فيها لمبات عاملات كده. بعدين بتيجي قوات الفرقة
القوات المسلحه، موسيقى القوات المسلحه كان بيسموها موسيقى الحدود زمان. بيجوا لابسين لبس جميل، حتى اتذكر الوقت ده طبعا لسه كان الاستعمار الانجليزي المصري فيه، حتى كانوا هم بيلبسوا طربوش الناس الموسيقى، لكن بيلبسوا جلد النمر، ناس دي ناس الدرمز، القرب وناس الدرمز ناس الترمبتات. فشكلهم بالرغم انهم لذيذين جدا لكن شكله كان مهاب وبخوف ظاهر عشان جلد النمر، جلد النمر جلد. فكانوا بيجي يعملوا مارشات، كل المارشات الهسي اللي بنسمع دي ناس المارشات القديمه كلها الغربيه وكده دي بنسمع. وبعدين كانوا بيعزفوا الغريبه، ساهموا في 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 توثيق او في في عزف الغنى السوداني القديم، السيرات والحاجات زي دي برضه كانوا بيعزفوها. فدي كان دي كانت لذيذه جدا، لانه مع الاستماع ده وانا قاعد مع ابوي بيكون في كوبايه بتاع الشاي لبن مصغموطي ومعاه باصه، معاه باصه طبعا دي اهم حاجه. فيلا ده بقى البرنامج. يوم الجمعه نحن نمشي حديقه الحيوانات، نتفرج، نمشي السينما كلوزيوم يكون فيها فيلم مصري، فيه موسيقى، شرطا يكون فيه موسيقى، لانه لما يكون فيلم مثلا فيه قصه بتاعنا بكون نمت في الكرسي، لما يكون فيلم فيه موسيقى انا بكون مصحصح لحد ما انتهي. ده كان البرنامج كده. وبعد ذلك طبعا المدرسه برضو كان لها دور، الجمعيه الادبيه كان عندنا اساتذه والله ممتازين جدا جدا، وكانوا خاصه الاساتذه اللي بيعرفوا الاولاد اصواتهم كويسه. يعني انا كنت طوالي من الاولاد اللي بقوم بسمع النشيد، والنشيد بيكون ملحن خاصه في النشيد بتاع يا جمارينا يا جمارينا ده، يمكن كل الناس قروه، حتى في المراحل السنين الاخيره هنا دي برضه بيكونوا تعرفوا عليه. ففي الجمعيه الادبيه كان برضو في جمعيه موسيقى بيجيبوا الصفاره، احنا نقول لها صفاره لا بنوس، هي ما بنوس، هي صفاره لونها من الطبخ لونها اسود كده، لكن قد تكون في واحده بالابونوس فعلا، لكن دي بتكون صفاره هناك. ده تقريبا المرحله الاولى يعني باختصار شديد جدا اللي هي كانت كده. على مستمعينا متابعي سكروتر بسؤال ما حريف، كل هذه المرحله، لكن يعني انا قصدت من هذه الجزئيه انه بدايه لحياه عمليه، خاصه انه الاهالي والاباء تحديدا كانوا يبحثوا لابنائهم عن موقع ومساحه في الحياه العامه وفي التحصيل المادي وفي الاستقرار اللي وفرهم لاطفالهم ولاسرهم عشان ما يعدوا ابنائهم لهذه المرحله. يمكن لحد وقت قريب او لحد يعني سنوات قريبه ليست بعيده لم يكن يعني يرى في الفنون الجانب اللي يحقق هذه الجزئيه على المستوى المادي على المستوى المجتمعي. ودي كانت المرحلة اللي بحاولوا كل الآباء يخطوا أبنائهم في الطريقة الصحيحة وفي التراك السليم. منطقة صناعية بالعجلة من أم درمان للمنطقة الصناعية لأنه كان في زي ملحق بتاع رياضيات كده ما أعرف. الحقيقة الحتة دي أنا طبعا بعد ما ريحت من الأبيض وطبعا جايين نمتحن وكنا إحنا شطار جدا وقلنا نغلب أولاد الخرطوم وكذا وننجح وخاصة في مادة الرسم، أنا كنت رسام جدا جدا ومعاي أولاد رسامين وإحنا كنا مسؤولين من جريدة الحائط في المدرسة. يعني نحن يوم الجمعة بنجي نسطرها ونخطها ونعمل الرسومات وكذا 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 ونكتب المقالات بتاعة الطلبة هناك. فالمهم بالمفهوم ده كلنا جينا العاصمة، جيت عشان امتحن عشان أخش الثانوي العالي. يلا بعد ما امتحنا انا ما نجحت في الحساب، ودي مشكله الفنانين كلهم ما نجحت في ناجح في كل المواد الا الحساب ما نجحت، جبت نمر كبير جدا. المصريين انا قريت في مدرسه مصريه البروفيسور لما يجي دوره حيقول والله برضه كان عندهم مشكله، انا غلط شخصيه كان عندي اي صح ما بعرف البروفيسور حيشاركنا ولا حيقول يلا قمت يعني الحته دي عصلكت فيها وكنت الحقيقه مش عصيت ليه لانه زعلتها، قلت بس اشمعنى هم المصريين ما بمرروا بالمجموع بمرروا بالماده،
يعني لو مرت في المواد كلها خلاص في مادة واحدة ما نجحت فيها بيعملوا لك ملحق، قاموا عليه ملحق. وانا اصلا بكره الحساب، بكره كراهية شديدة جدا جدا. يلا قاموا ودوني لي استاذ في المسالمة في درمان هنا. استاذ ذاته شكله ذاته مرعب، ذاته يذكرني بتاع الحساب بتاعنا ذاته كان زمان. فيلا مشيت ودوني له من هناك بكرهين تن 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 من العباسية لحد المسالمة في شارع، في أول شارع المسالمة في بيت الأقباط ديلك. يلا مشيت وبدأت معه، بدأت لحد ما بقى المعادلة الملحقة. الامتحان بيكون في مدرسة جامعة النيلين اللي هي كانت جامعة القاهرة الفرع، الهسة اسمها النيلين. كان الامتحان هناك، كل الناس الطلبة اللي قالوا في المدارس التابعة للبعثة التعليمية المصرية لازم يمتحنوا هنا، وبعدين يوزعون على الإنجيلية والقبطية وكذا، والهنا الموجودات هنا وجمال عبد الناصر طبعا الليتر. يلا لما جاء يوم الامتحان أنا طبعا ما زعلان من حكاية الحساب دي، يعني ده ليه بس سبب يعني زي خطيت بجوينه أخبر قراية ولا بتاع الطريقة اللي بيعملوها كل الطلبة بتاعنا المتوسطة دي. فاليوم ده جات مطرة كهرباء، أنا واقف في شارع 40 قال، والمطرة جات طبعا الحركة انقطعت. زمان شارع 40 ده كان ما كان زلط، كان تراب سايل. قلت يا خاصة المطر دي جات حسنا أعمل شنو، ما بكون زول مشى قلتها. بس قمت اتأخرت، لقيت لي شيت كده دكان وقفنا فيه، المطر لما وقفت جيت منه. مشيت لقيت الاولاد امتحنوا، ابو يمتحنوني، اعتبروني شنو وخلاص سقطت. فجيت راجع البيت قلت له والله ابوي قال لي ان شاء الله امتحنت. قلت له والله ما امتحنت. ليه ما امتحنت انت؟ مشيت قلت له والله ما تاخرتني، مشيت لقيت الناس امتحنوا والاستاذ ابو يخلوني اشتغل. هسه حتعمل شنو انت؟ خلاص ما امشي. قام مشى معي ثاني يوم الصباح للمدرسه، قال لي لا خلاص الولد ده ما امتحن وخلاص ما عنده طريق. ها قال لي هسه حتعمل شنو؟ قال لي ده كله من الرسم واللخمه اللي بتعمل فيها ده. طبعا ابوي خدتها طوالي كده، مسكت ساكت. قال لي هسه حتعمل شنو؟ تمشي مدرسه اهليه؟ قلت له انا بعد كده داير اشتغل، داير اشتغل عشان اساعدك. تشتغل شنو؟ قلت له انا اشتغل سواق. هو طبعا كان من عربي التكس. قال لي لا ابدا ما تشتغل سواق. قعد لي في الحجه دي اظن 3 4 ايام، تشتغل ما تشتغل تشتغل. المهم الشغله دي ذاتي انا، قال لي مش لانه انا ما بكره الشغله، قال لي بس انا ما دايرك انت تشتغل شغله الدايركت، تعمل خط ثاني بس. غايته بعد مساء قام فكر، قال لي يا اخي بدل ما انت تمشي تبقى سواق وكذا، انت ما بالباقي العلوم اللي عندك والمفهوم اللي عندك ده، ابقى مهندس يعني خراط ولا براد وكذا. قلت له خلاص كويس. قام اداني لي واحد صاحبه الله يرحمه اسمه حاج عوض خير السيد، راجل بس مهندس من الشاقي، صاحب ابوي جدا جدا اصحاب. قال له الزول ده كده كده، طبعا حكى له، قال له الزول ده تسوق معاك الورشه، الورشه في المنطقه القديمه هناك عشان حصل كده 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 وخلاص، ما دام هما اصلي في الحته دي خلي يعني خراطه وحداد وعارفين ابو شعور رقيق هيتحف السودان به. احنا هسه قبل ما نواصل في سردنا الجميل وذكرياتنا التلقائيه دي يعني يا ريت لو نسمعها ونهديها لك انت، وانت صاحبها وواحد من اعلام هذا البلد في مجال الفن والعلوم الانسانيه، فانه نهديها لك يعني حاجتك نهديها لك في بدايه حلقتك. شكرا لكم. ونهديها لكل المستمعين. شكرا. نهديها لكل المستمعين، كل اصحابنا، نهدي اللي جالسين معنا هنا ايضا وكل قبيلتنا من اهل الفن، نهديها لهم ونهديها للشاعر ولكل اهلنا ومحبينا. شكرا لكم. ورينا اللي في بالك كلنا اللي
نصيب رهبة في بداية الطريقة. استاذ حبيب، يعني وقفنا قبل ما نسترسل في حديثنا في السواقه، المنطقه الصناعيه، خراط، حداد، لكن هو برغم احتجاجه علينا انه الملحق ده كان سبب الرسم، زي حاول وظف الرسم اللي عارفك شاطر فيه في انه يدخلك في مجال تكون موهوب فيه. تمام، هو بكون فكر كده فعلا، لانه اكيد لما يكون في خراط متعلم احسن من خراط ساكت. وفعلا هو اداني اللي مع عمر عوض ده، مشينا لي ورشة خواجة عمطون، راجل خراط شاطر. أنا أول ما مشيت الدنيا
حاجات اوليه كده، بعد فيها مسكوني مخرطه او حاجه اسمها المقشطه. بقيت شاطر جدا فيها لانها هي شكلها حاجات الرسم، يعني بدوك حديد يقول لك مثلا تعمل فيها فتحه كده من هنا لهنا بطول كده بمقاس كده بعرض كده. فكنت وروني كيف اقيس واعمل الحاجات دي واربطه هنا. اشتغلت كده لحد انا ما بقيت بعمل الترس، شفت الترس ده؟ انا بقيت اعرف اعمل الترس في الخراطه في المخرطه، ادوره والف يعني حاجه بمقاسات الجاكوميز والشنو تولس غريبه جدا جدا. يعني ترسم بالحديد؟ اي بالضبط. فبقيت كده، لكن ما كان بدوني قروش، وانا دي الحاجه اللي كانت مزعلاني. دي كانت مزعلاني. يعلموك؟ اي. فقمت مشيت لابوي قلت له انا الناس ما بدوني، قلت له بس ادوني حق الفطور وما اعرف شنو بتاع ده كلام فارغ. انا اسال لي معاهم كم؟ طولت جدا، قال 7 شهور ولا اكثر. قال لي مش تعلمت حاجه؟ قلت له اتعلمت. قلت له لكن انا كنت داير قروش عشان اساعدك في البيت وحاجه زي دي. قال لي ما القروش دي بتيجي بعدين، انت كده اصبر. قعدت ثاني شهر شهرين ما صبرت، مشيت للخوايا الشرقو حداد كارب جديد اسمه تاسو، من النوع اللي بيعملوا صناديق العربيات والبتاع، المهم كله عمل الحداده بتتعمل هنا. فمشيت كلمته قلت له انا داير اعمل كده كده. قال لي يا اخي انت زول عاقل، زول يا اخي تخلي الخراطه تمشي الحداده. قلت له بس انا داير امشي عشان بدي نقوش. قام كلم حاجة عوض قال لي خلاص خليه يمشي، مدام هو داير ما حيثبت هنا. كنت مشيت هناك بعد يومين ثلاثة بقيت كويس جدا جدا طبعا. فالتاسو ادوني كم امتحانات كده، وهنا اعمل دي واسوي دي وفيك دي واربط دي وكسر دي واقطع دي، شخبطت طبعا كلي وخلاص. يعني بقيت عندي خبرة كويسة جدا جدا. المهم اشتغلت وبقيت الدنيا يومية وكل حاجة. لما تمت لي شهر بقيت وسطى، ادوني الشباب كده بسوق معايا امشي العربية دي عملوا لها شنو ده، يعني شغلانة بتاعت حداد عادي اللي انتوا عارفينها دي. فالمهم قمت استمرت في الحكاية دي مدة من الزمن، وطبعا حياتي دي قاعدة الجبال اتكلمنا عن حياة الفنون يعني الثانية الموسيقى مصنقرة، لكن طبعا حاجة عادية ساكت يعني حاجة عادية ساكت. وكانت علاقتي الثانية يعني وقت فراغي الثاني كان كنت بلعب رياضة. يوم باس نادي الهلال. وقمت التقيت بناس كامل ديل بتاع السكسفون ده كامل، والتقيت بمحمد خضر عباد اللي انت عرفتيه ده اول زول اداك حاجات الرسم بالضبط. يلا وعرفك بالصلاحي او قربك لي يعني النقلة دي هنا لو حبيتي سريعة جدا. انا طبعا هسا ما انتاسه خلاص، بقيت اجيب اليوميه وكده. وتاسو ده يمكن واحد من الناس اللي فرحوا لما انت التحقت بالضبط جدا، كان مبسوط جدا جدا. يلا لما جيت لمحمد خضر اليوم بنلعب جمباز يوم الجمعه. سمعت بالكليه؟ ها؟ سمعت بعد ذاك بالكليه؟ اي يوم الجمعه كنا بنلعب. بعدين هو وانا قاعد معه كده بعد ما انتهينا من الجمباز شطفنا وبتاعه وقاعدين كده، انا قاعد في الصالون بتاعه في صوره كده اسمها ذا شيبرد الراعي، بينتينج من البينتينج القديمه من اللوحات الزمان اسمها ذا شيبرد. اللوحه دي البرواز بتاعها ظاهر مكسور، فهو قام شاديها في الشباك الضوء لما يضرب عليها من بره بتبقى شكلها زي الشاشه بتاعت التلفزيون، جميله جدا. انا مقهي فيها طوالي كده عمل كده وقهي كده، قلت له اظنه قام هو لاحظ لي. قال لي انت يا شرح حبيبي قاعد تحب الرسم؟ قلت له جدا جدا. والرسم دي شنو؟ قال لي دي كده ودي كده ودي شنو؟ قال لي دي رسمتي انا ودي شنو كده. بعدين انت كده لقيت لي رسمه بالحبر، رسم الحبر دي بيشبه رسم الصبيان. قلت له انت الحبر ده وين؟ قلت له وين؟ قال لي انت؟ قلت له والله انا الحبر ده فتشت لي الدكاكين كلها ما لقيته، لكن مشيت في واحد اداني حبر بتاع مطبع. الحبر بتاع المطبع فيه زيت لما ترسم به بترع كده ما كويس. المهم بسرعة جدا هو قدر عرف انه انا برسم. قال لي هسه يا شرح حبيبي انا كان لو اديتك حاجة كده بتعرف تقلدها ليه؟ قلت له جدا، قلت له في المدرسة كنت رسام. بس قام جاب لي صور كده، قال لي بتقدر ترسم ديل؟ قلت له ايوه برسمه. وقام اداني ورق وقلم. وانت رسمته؟ قال لي يا اخي انت زول ما رسام. رسمت شنو كده؟ كان ابو قنبور، ولد كده عنده قنبور ومعه كلب جاري كده.
فقمت عملت له، قامت كيف قال لي يا اخي انت مزور رسام، وقلت لها حسن، قال لي خلاص بديك حبر وبديك الوان امشي ارسم. انت قال لي ليه ما قدمت لكليه الفنون؟ انا طبعا داير اوصلك لهنا عشان انقول للبروفيسور يعني حنواصل في كلامنا الجميل، لانه انا شخصيا استمتعت جدا بتلقائيتك وبقدرتك على سرد الاحداث، واحنا كانوا عايشيننا معاك بتفاصيلها لحد ما كليه الموسيقى والاقتراح بدخول او بالانتماء لها. يعني السودان اعترف بالحوجه لوجود مجال متخصص لتدريس الموسيقى والتقاء الموهوبين من امثال الاستاذ نشأة الحبيل في 69. قبل كده يعني كل هذه المراحل الباكره للطفوله، يعني في عدد كبير جدا من الاطفال المنتشرين في انحاء السودان اللي لا وجدوا الرعايه لا اقول الابويه، لكن على الاقل في مجال انتماءاتهم وفنونهم في انه يقودوهم الى المجالات الصحيحه. يعني منذ ذاك العام والى الان، وهذه الكليه هي صرح مهم في السودان وفي المنطقه المحيطه، لو تحدثنا عن هذا الاعتراف في 69 بضروره وجوب واهميه هذا المجال. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله الامين. اولا شكرا جزيلا لقناه الشروق للمبادره الجميله دي في التوثيق لمبدعي السودان، وافتكر انه دي يعني الشكل بتاع توثيق مرئي مهم جدا. وبرجع لسؤالك، قبل ما اجاوب على السؤال مباشره دار اقول كلام بسيط في الملخص لما قاله أستاذ شرحبيل أحمد. حقيقة لو لاحظنا أستاذ شرحبيل أحمد في شخصيته لما كان طفل في تكوينه، يعني كل المكونات الثقافية الفنية دي كانت جواه، وتراكمت خبرات كثيرة جدا داخله وكانت مكبوتة، يعني معظمها كان في لها مكبوتة، يعني ما قادرة تمرك، وفي اللي بيمرقها سرا في سواء كان في الرسم ولا الغنى ولا الاستماع، ومؤثرات كثيرة جدا دي شكلت خبراته الأولية. لكن هو في الآخر شخص ربنا أداه الهبة دي، موهوب. الموهبة دي موجودة عند كثير جدا من أطفال السودان أو في العالم، يعني في كل 1000 نسمة ممكن نلقى في 2 أو 1 من الموهوبين ديل. لكن لأن المجتمع كمان، أي مجتمع أو أي ثقافة عنده أولوياته في التربية في التعليم في كده، عنده أولوياته. يعني أنت لو رجعت لو الغنى في زمن ما، غنوا للطبيب، غنوا للمعلم، غنوا للضابط، غنوا لكده، فبقى الحاجة دي بتنعكس على المجتمع، والناس دي عايزين يبرمجوا الأولاد ديل أو على أساس يكونوا أطباء أو مهندسين أو غيره. سائل كسبعش أيوة مرموط أيوة معين يعني. البنات على أساس يكونوا ممرضات أو مدرسات أو هكذا. فالمجتمع كان متحوصل في الحته دي، مساله الفنون شايفينها لعب، يعني بمعنى لعب، ما خدتنها في انه عندها قيمه يعني بتودي لقدام. فناس شرحبيل من الناس اللي قاموا وكانوا فعلا عانوا المعاناه دي، والمعاناه دي كانت تفتكر انها هي ايجابيه، لانه طلعت لنا شرحبيل الرسام، شرحبيل الفنان المغني، شرحبيل الملحن، شرحبيل الصناعي عازف. الصناعي يعني مارس المسائل دي كلها بفهم يعني مسائل. غير كده بنفتكر انه حتى جيلنا نحن من اللي تاثر بناس شرحبيل، سواء كان في الرسم سواء كان في شكل الموسيقى، لانه كان الموسيقى السائده في 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 بدايه الستينات ونحن اطفال هي موسيقاهم، وانواع كثيره جدا من الموسيقى نحن نستمع لها. لكن ما زلنا نستمع لشرحبيل من الزمن ذاك الى اليوم. طيب السؤال بتاعك اللي هو الاعتراف بان يكون في معهد للموسيقى، وانا ارجع واتذكر طوال اليوم ديه في 1992 كنا شغالين في برنامج اذاعي اسمه مع رواد اغنيه ام درمان، فقدمنا الكاشف، ولحسن الصدف لقينا تسجيل عند المرحوم زنين بشرى، مسجل الله يرحمه، مسجل للكاشف عن سيرته الذاتيه. فذكر لنا هو في سنه 42 ولا 43 900,000 كانوا ماشيين ليبيا منطقه طبرق، وغشوا القاهره وزاروا معهد فؤاد للموسيقى. لما رجع السودان
مشى للسيد عبد الرحمن وقال له أخي احنا عايزين معهد موسيقى زي ما في مصر في معهد موسيقى. الكلام ده في الأربعينات وعلى لسان إبراهيم الكاشف عليه الرحمة. فالمسألة بتاعت الاهتمام بالحتة بتاعت أن يكون في معهد موسيقى بدأ من الأربعينات، بعد ذلك بقت تتحول في أفكار الناس، وكل فكر جيل بيسلم لآخر وبقت هم الوسط الفني، إلى أن أنشئ قام في 69 واستوعب جميع من كان في الوسط الفني، كل من له الرغبة بغض النظر أنه هو درس كمل لحد الثانوي ولا الوسطى. الهدف كان تعليم النازل وترقيتهم لقدام، فشمل كل الناس، فيهم من استمر وفيهم من وقف، وكلها لظروف بيعرفها أستاذ شرحبيل، معيشة، الحفلات الكثيرة، الناس بتساهر، ما قادرة تواصل في الدراسة الأكاديمية، يعني تساقطوا كثير من الناس. فأنا أفتكر الاعتراف دي ساعد كثير جدا في تنمية مهارات الناس، لكن أنا أفتكر ده كانت فترة لاحقة جدا. بحاول أذكر أستاذ شرحبيل يعني لو سمحت لي أخذ من حقك يعني في فترة أواخر الخمسينات أستاذ شرحبيل يعني ما وجدناه من وثائق بتقول أنه في كان مسألة بتاع التساقف كبيرة جدا بين الوارد من الغرب من أمريكا من الشمال الوادي من مصر، سواء كان في السينما الأسطوانات الفرق حتى بتاعت اللي بتحاول بتقلد الجاز، والمسألة دي نضجت تماما في فترة الستينات لما بديتوا أنتوا، فكان في فرقة العقارب، في فرقة ناس زقل، في فرق زي ممكن تذكروا لنا أنت بعد شوية، الفرق دي كانت بتعمل كوبي أو بتنسخ الأسطوانات بالسمع، بتقعد وتعزف المسألة دي بالجيتارات والبيز والآلات نفس الآلات اللي هناك. كانت في المرحلة الأولى بيقلدوا الجاز، وفي المرحلة الثانية بيجوا يدخلوا معاها بعض الأغاني السودانية. شرحبيل كان وين في المجموعة دي؟ لأنه بعد شوية بقى شرحبيل براه المستمر، ومعظم المجموعات دي انحسرت لحد ما اختفت تماما. فنحضر لنا الحتة دي عشان ما نفوتها. لكن قبلها نسمع حلوة العينين ونجي نتكلم عن، لأنه دي مرحلة مهمة جدا جدا، افتقاد المراحل اللاحقة للحراك الموسيقي والثقافي، التأثر بالآخرين على المحيط الإقليمي القريب وحتى البعيد، كانت مرحلة مهمة، فقدانها كان مؤثر. لكن حلوة العينين نسمع حلوة العينين. بناجي الليل حبيبه ما بيميل، سهران بناجي الليل حبيبه ما بيميل، دموعه جري تسير قلبه بك حزين، قلبه بك حزين، قلبه بك حزين. اي 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 يا حلوة العينين. مشيك وترمى حزون هادو تحكي لحوم، مشيك وترمى حزون هادو تحكي لحوم، حبيبي بك مفتون، حبيبي بك مفتون، سحراني فيك عيون،
سحراني فيك عيون. اي 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 يا حلوة العينين. تمشيك وتر محزون هاتو تحكي لحون حبيبي بالمفتون. سحراني فيك عيون سحراني فيك عيون. اي 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 يا حلوة العينين. شكرا استاذ شرحبيل. وقبل الاغنيه الجميله اللي سمعنا لها كان البروفيسور يعني اشار لجزئيه معينه انه في فتره من الفترات الانفتاح اللي كان حاصل وتلقي واستقبال البلد للعديد من الفرق الزائره والمشاركه في الاحتفالات والمهرجانات وما شابه كان له اثر في تشكيل وجدان جيل باكمله. وده خلق نوع من الحركه الثقافي المختلف وحتى التثقيف الموسيقي لجيل معين. يمكن ده كان ملخص لسؤال البروفيسور قبل الاغنيه. الحقيقه انا لما بديت لقيت قدامي طبعا مجموعه من الفنانين الكبار ناس احمد المصطفى واسمان حسين وسيد خليفه والكاشف والكم الهائل من الفنانين الموجودين نص حسن عطيه والتاج مصطفى وبين وابراهيم عوض المجموعه دي كلها. فانا لما جيت الحقيقه جيت برضو بافكار مختلفه اللي هو زي ما انت قلت في اواخر او في منتصف الخمسينات كانت في نهضه موسيقيه يمكن في العالم كله وكان في تغيير. حتى اذكر انه لما ظهرت الروك اند رول في 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 اوروبا او في امريكا كانت هي صيحه بتاعت شباب وكان نوع من التغيير اللي هو من الموسيقى التقليدية التانجو والبولير والحياة السلو إلى الحياة الصاخبة والحياة الخفيفة والراقصة. فبما أنه السودان ما جزء من العالم فحصل برضو نفس التأثير. وكانت هذه الأفلام بتجي في 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 في, في السينمات هنا تحت اسم Universal by night أو the world by night. يعني بيقوم الكاميرا بتيجي تدخل بالليل في نايت كلاب أو مرقص بتوريك بحسن شنو تطلع من ده وتخش وتطلع من ده. فعرضوا كمية من الحياة بل بالعكس كانت في أفلام بريمتها كاملة بتوري قصة كيف الروك أند رول ظهرت وفي أفلام بتوري كيف المامبو ظهر وكيف الموسيقى السوينج ظهرت وكيف الموسيقى الهيلا هوب ظهرت. دي كلها كانت بتيجي عبارة عن أفلام استعراضية وكانت متاحة جدا في كل السينمات في العالم وخاصة في السودان. أيضا كانت السينمات بتجيب الأفلام دي لروعتها وجمالها ومنها الأفلام الأمريكية مثلا زي الأفلام الراقصة اللي بتاعت الامريكان اللي هو واحد راقص عالم اسمه فريد ستير. كان عنده فيلمين شهيرين جدا اللي هو امريكان ان باريس ودانسينج اون ذا رين. بيرقص وبغني يعني راجل حاجه عجيبه جدا جدا. يعني ده اي زول اسمه يتمنى لو هو زول موهوب وفنان بيتمنى يكون زي الشخص ده. وظهرت افلام بتاعت البلاك امريكانز الزنوج منهم هاري بريفانتي اللي هو جاء ورى قصة الكاليبسو أغاني الكاليبسو اللي هي بتشبه الريجي وحاجة زي دي. فكان عنده فيلم شهير جدا برضو في السودان اسمه Island in the Sun جزيرة تحت الشمس. وده أنا حافظ أغانيه كلها
وكنت معجب بالراجل ده. كنت اتمنى لما نجوف السينما انا اقهي وقايل له كده زول فارع وسيم جدا، عنده ابتسامه رائعه وبغني غنى جميل جدا جدا وبحريه وانطلاق. الواحد كان بيتمنى انه يكون زيه. انا افتكر انه الامنيه دي اتحققت لك ايوه في 84 ولا 85 88 لم توثق. ايوه لم توثق. شرحبيل غنى مع هاري بليفونتي، او حقيقه غنى اغنيه لهاري بليفونتي يذكروا الماضي. وهاري بليفونتي صعد المسرح اللي هو المصطبة بتاع اتحاد الفنانين وغنى مع شرحبيل الاغنيه كامله، وارتجل في اغنيه الكومبا مع المرحوم خليل اسماعيل. لكن للاسف لم يوثق واصبحت ذكرى. لكن يعني توثيق شفاهي، انه برغم انه افتقدنا للصوره وللصوت انذاك، لكن توثيق كتر خيركم يعني وثقنا بعد ذلك بدات انا في مطلع الستينات. طبعا في الوقت ذاك حته صغيره سندويتش كده، انا كنت شغال عازف، لان انا بديت اغني في الخمسينات زيي وزي اخواني بالعود والكمنجات وكده، وكنت عازف بارع جدا في العود. وبعد ذاك انقطعت لظروف كثيره، انشغال ومعاكسات كده وبتاع. بعد ما عملت لي 7 اغنيات منهم منى شوفك ثاني وحرمت حبنا ثاني والحب عرفته، اغاني بالعود كثيره، بديت افكر في حاجه مختلفه جدا. قلت مش الوضع ده خزات وخليته، بقيت افكر في حاجه جديده، في حاجه حديثه وجميله. وطوالي اتجهت للجيتارات والآلات الجاز الصاخبة والحاجات زي دي والتأثير الحاصل في الروك الرول، وبدأت. وكانت أغنية حلوة العينين اللي قبل شوية سمعناها كانت هي دي باكورة الإنتاج بتاعي، أول أغنية أنا تقدمت بها في المسرح القومي بعد ما أنا خليت الغنى خلاص وخليت العزف بتاع الكمانجة. وجيت قدمت طانا، رجعت عودني الحنين للغناء، وجيت قدمت الاغنيه دي في افتتاح المسرح القومي سنه 60 الافتتاح الرسمي، ودي كانت بدايه فرقه شرحبيل سنه 60. ففي الوقت ذاك زي ما ذكرت ما كانت في فرق زي بتاعتي دي، كانت فرقتي انا يمكن الوحيده الشغاله. لكن قبلنا كان في عمنا محمود اسماعيل بادي، كان بدا بدايته عنده المقطوعات الكثيرة دي، يمكن ده برضو واحدة من تأثيراته علينا. الناس عمك أحمد مرجان وعمك عوض محمود وكده. فقمت أنا عملت الشغل بتاع الروك اند رول في أغنية حلوة العينين، كانت الوحيدة، لكن كان عندي تحت تجارب كثيرة. والسؤال بتاع إنه الناس ديلك ما مشوا ليه؟ زي ما قلت الناس ديلك لما جو هم افتكروا أنا بقلد غنى غربي. أنا ما كنت بقلد غنى غربي، أنا كنت بعمل غنى حقي أنا. واستمرت فيه، وبما ان انا عندي خلفيه قويه ومستمع قوي جدا جدا، انا كنت بستمع لاي حاجه وبحفظها. الغناء انا بحفظ غنى الحقيبه، بحفظ غنى الفنان الثاني بحفظه، غنى نوبي طنبور، غنى نوبي، غنى الشرقي، غنى هندي، غنى كل ده، كل المخزون كان شكلت المخزون الابداعي لك. شكرا. ده كان مشوار استاذنا شرحبيل، احنا بنحاول في سكه للوتر انه نستعرض المشوار ده بشيء من محاولات التقرب والقرب من هذه المسيره. يعني مسيره طويله وخطوه خطوه انت سرتها، خطوه خطوه انت.
يا حبيبي نسير خطوة خطوة يا حبيبي نسير تاني خطوة نبنى عشي الصغير الحب يدوم يدوم وتشوف من السعادة بخطوف الحب يدوم وتشوف من السعادة بخطوف خطوة 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 يا حبيبي يا حبيبي نسير كلمة كنت بقولها طريت السنين الأولى وكل كلمة كنت بقولها كنت اشتهيه كلامك والابتسام في سلامك أما الحقيقة غرامك ما قدرت أعرف عنه ولا حتى أفهم منه ما قدرت أعرف عنه ولا حتى أفهم منه فضلت أدرس منه أسلمني للتفكير خطوة 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 يا حبيبي يا حبيبي نسير برسل مع الأحباب جواب غرام وعتاب برسل مع الأحباب جواب غرام وعتاب وقول خطابك يوصلني يا ريت تحاول تسألني كم خفت قلبك يظلمني وأقول لقلبي مشغول أو حبه شرح يطول وأقول لقلبي مشغول أو حبه شرح يطول وأنا خاف يشوف عزول يتأنى في التأخير خطوة 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 يا حبيبي نسير يا حبيبي نسير أيا 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 أنا كل يوم بستنى يزيدني شوق ومحنة أنا كل يوم يوم بستنى يزيدني شوق ومحنة خلى الفؤاد في لوعة أكسب محاسنك سمعة بس من صدودك أوعى تسمع كلام كلام عزاي وتقول لي مالك ومالك تسمع كلام كلام عزالي وتقولي مالك ومالو شرحت بيك أحواله بس تبقى ليه نصير خطوة 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 يا حبيبي يا حبيبي نسير أي أي أي
اهلا بكم من جديد، واهلا بكل اللي بيتابعوا سكه وتر واللي انضموا الان لمتابعه هذه الحلقه مع استاذنا شرحبيل. انا ابو عوده ترحب بكل ضيوفي بروفيسور تنين، وايضا سليمان انت حاضر معنا في هذه الحلقه. استاذ شرحبيل، احنا يمكن من خلال جوابنا على سؤال البروف انه تاثير العام واثره على ثقافه وعلى تكوين سماعي وعلى تقبل لثقافه مختلفه وحتى محاوله دمجها ومنافستها في ثقافه محليه سائده. لكن يمكن من خلال سردنا انا التفاصيل اللي انت بتسردها يعني فيها قيمه جميله للتعلم، للصبر، للمرابطه، للمصابره، لانه الاشياء اللي بتاتي بسهوله قد لا نتعلم كيفيه الحفاظ عليها، لكن الذي ياتي بصعوبه نحافظ عليه، وهو الدليل الان القائم امامنا انه لم تكن يعني شرحبيل لم يكن موضه واندثرت او خط لحني اتى مفاجئا وانسحب، لكن كانت قيمه فنيه ولحنيه مستمره وسائده الى الان. وده واحد من ثوابت الصبر والمصابره. مساله الدخول للكليه او الخط الفني في حياه انسان زي ما قلنا ذكرنا صعوبته، فبالتالي عشان تقنع والد انه انا والله دار ابقى فنان لازم تقنع انه انا حابقى موظف في الحكومه بعد شويه، فبالتالي دي كانت شيء مرموق انا ذاك. فنفس المرحله دي انه الدخول للكليه كان يحتاج الى متطلبات، مدرسة بانت في ذلك الوقت كانت واحدة من المطلوبات للإيفاء بهذه المتطلبات. نعم، الحقيقة طبعا أنا بعد ما أخذت الضوء الأخضر من والدي بأنه أمشي، وما أخذته بسهولة لكن بواسطات أيوة بواسطات. وبعدين طبعا منو كان الواسط؟ الصلاحي. الواسط طبعا كان أستاذ الصلاحي. نعم. فهو طبعا بعد ما حصلت لي الإخفاء بتاعت الامتحان وخلاص حكموا عليه بأنه أمشي ليه للمنطقة الصناعية، ومشيت المنطقة الصناعية. بعدين لما عرفت المعلومة من صاحبي محمد خضر عبادي، وقمت طوالي مشيت عشان اتكلمت مع ابوي في الموضوع ده، وكلمته قلت له قالوا في حاجة كده، قال لي تاني دار ترجع الرسم دي، ما خلاص خلينا في المنطقة دي في المنطقة وكده. قلت له لك اما كده 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 وقالوا كده وكده، قال لي الكلام ده مصعب. قلت له خلاص، انا في الوقت ده كان مشيت للصلح حتى جيت فاتح ظبطت امورك كده الله كده. ما دي مثلا بقت مساله مستقبل يعني، ومساله اتجاه انا دايره. فلما كلمته زي هو كان متردد، قامت والدتي رحمه الله عليها كانت السند بتاعي الثاني، قامت قالت لي انت ما تمشي معه. اللي هي كانت رسامه بالابره يعني. أي والله كانت تدعم في خطها. كيف بيتنا كله مثلا البيت كله كان مشغول بيدها، فيها رسومات وغزلان وطواويس وكده. بنات من شابه امه فما ظلم. انا افتكر انه احنا في خطين عشان ما لا 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 المشاهد ما يفتكر انه احنا قفزنا من مرحله لمرحله. حقيقة شرحبيل فنان نادر. ليه؟ لأنه ماخذ نوعين من الفنون والاثنين كانوا ماشات في خطين مع بعض، يعني لا 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 ما حصل اهتزاز لواحد من الثاني. لذلك نحن لو لاحظنا وصلنا ل 61 ولسه الكلية أنت دخلت فيها سي. عشان كده أنا داير يعني يمكن أكثر من خطين يا بروف، يعني سواء كانت كتابة أو رسم وتلوين وعزف. نعم. يعني هم اتجاهات مختلفة، اتجاهات مختلفة يعني. عشان كده لا 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 ممكن يتوقع مننا المشاهد في انه احنا في اي لحظه من اللحظات نرجع لخط ويكون احنا خطينا نقطه على اساس نواصل في الخط الثاني. واحنا بنحضر بتذكر قال انه ما خلى حاجه ما هبشه. نعم. فاحنا بنحاول نهبش معه في حاجه بنفس الطريقه. بنفس الطريقه. ف حقيقه بعد ذاك طبعا بعد ما ابوي مشى واقتنع بالحكايه ومشي الاستاذ شفيق شوقي يعني من خلال المفاوضات دي انت قلت لي انه كان في ابتسامات رضا، عرفت أيوة. من خلال انه ضوء اخضر الى عالم الفن. طبعا كانت ضحكه كبيره طبعا، وضحكه يعني فيها بكا كمان، لانه 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 الحاجه دي ما كانت ممكن تحصل يعني انا امشي كليه الفنون ما معقول دي كانت تحصل اصلا لولا. وبعدين طبعا الشكر كله موصول لاخونا محمد خير عبادي رحمه الله عليه، لكن يعني هو يعني عمل لي تيرن في حياتي، اداك الالوان واداك للصلحي واقنعك بانه سوق الصلحي يقنع ابوك. ايوه صح. يعني وبعدين كان استاذ شفيق شوقي معاهم في حي العرض ذاته في نفس الشارع العرض، فجينا طبعا ومشينا واشتروا لي الالوان
من السوق واشتريت القماش الدمرية وشديته في برواز، ومشيت رسمت اللوحات ومشيت امتحنت القدرات وقبلوني وداخلي في الاس دي اس في كلية الفن ده هنا، وخليت المنطقة السنة خلاص يعني ابتدت المجرى بتاع حياتي. لكن قبلها طبعا مشيت المدرسة أقوي نفسي بالإنجليزي، لأنه أنا كنت قاري في المدارس المصرية لحد ريدر إيت، فمفروض أنا أكمل لقدام وأقلى أقرأ سبليمنتري كتير عشان أقوي نفسي بالإنجليزي، لأنه الدراسة في الكلية في الأيام دي كانت أيام الإنجليزي، كانت الدراسة كلها بالإنجليزي والكتب كلها بالإنجليزي، حتى الدراسة بتاع سنة أولى فنون بيقروا مع سنة أولى طب في المشرحة، وأسماء الحاجات كلها بالإنجليزي، حاجات غريبة جدا. فيلا مشيت لمدرسة إبراهيم سوميت، هي كانت مدرسة أهلية، إبراهيم سوميت كان راجل ممتاز، ومشيت له وحكيت له بالتفصيل حكايتي، أنا كده 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 قريت له وقال لي يا أخي أنت كويس جدا في الإنجليزي، أنا قلت له أنا داري قوي نفسي عشان أعمل كده كده كده، قال لي جدا جدا. فبقيت أجيه الساعة خمسة بجي وين؟ بجي من المنطقة الصناعية. مرة جيت متأخر بدل ما أمشي البيت أغير وأجي، قمت جيت بهدومي. قام قال لي أنت يا زول بتجي من وين ملكع كده؟ قلت له أنا بشتغل في المنطقة وكده وهناي، والليلة تأخرت عشان كده جيت طوالي وحتى الكتاب ما جبته. قال لي أنا عندي كتاب هنا. بعد ما قرأ معي شوية قام شوف الزول لما يكون ربنا داري غير له حياته بتتسلط له الحاجات. فقام قال لي انت بتمشي المنطقه الصناعيه حيتدل كده ما هنا، انت كده ما تيجي تقرا هنا؟ قال لي انت بتشغل؟ قلت انا والله بشتغل حقيقه ظروفي كده وابوي كده وانا بحاول اساعد في البيت وكده. قال لي مش قرش انت؟ قال لي انا بديك قروش 4 جنيه. هاي بديك قروش. كانت كم؟ 5 جنيه كمان. قال لي بديك 5 جنيه كثيره وبقريك مجانا، لكن تقري لي سنه تقري لي الكتاب. بقيت مدرس كمان تقري لي الكتاب حكايه طويله. قال لي حصه 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 وتخليهم يمشي يلعبوا، تمشي وبعدين تدي نصر رابعه كوره، تديهم كوره لما تيجي الساعه 1 تقري لي سنه اولى ريدنج انجليزي. بطال معك؟ قلت له جميل جدا كده وهنا. هذاك فايده كبيره جدا. فقمت مشيت، ولحسن الحظ اليوم الثاني لما مشيت المنطقه بنرفع في الدنجل كده عاوزين يكسروا، قاموا ايام انا الجمباز كنت كويس اتاكوا علي رموا لي البتاع في كراعي قربوا يكسروا لي كراعي. فلما مشيت البيت اطلع هناي امي قالت لي جيت بدري كده مالك؟ قلت لها والله حصل كده. قالت لي انا ما قلت لك؟ قلت الحديد ده اخته خلاص خليه ثاني ما تعمل. قلت لها خلاص انا ذاتي ما ماشي حاسس كده كده كده. فعلا بقيت طوالي امشي لابراهيم سميت، ومشيت اداني القروش، مشيت اشتريت لي بنطلون بتاع كاكي وقميص كروهات كده وجزمه باته وهنا استاذ. فجيت بقيت اعمل نفس العمليه، اقرا الانجليزي بتاعي في المساء والصباح اجي اقرا لي الكتاب. وهنا استمرت معه قريب 7 شهور. في المده دي كان خلاص الكليه شنو؟ بدات وعايز اجي. يلا مشيت قدمت مرتاح جدا وقبلوني. المركز الاول في امتحان القدرات كان؟ جيت الاول فعلا واخذوني داخلي. حتى اتذكر عمنا حسين رحمه الله عليه كان هو العنوان بتاعي في الحله، لما رسل الجواب بتاع القول حقي هو جاء بالصباح دق الباب له يا شيخ احمد يا مبروك ولدك طلع الاول قبله في كل في في في, في الكي تي اي اللي هو خرطوم تكنيكال انستيتيوت قبله في الكي تي اي داخلي وهنا الف مبروك. الا الفرحه دي والله بقيت انطط زي الشيف عصر، لانه دي فعلا حاجه ما معقول، نقله كبيره يعني نقله كبيره. يعني انا كان يعني هو انا كنت برضه لو حتى لو كنت يعني مهندس ولا بتاع كنت برضه حكون كويس، لانه انا كنت كان في بالي انه اقرا اجيب الحاجات بالانجليزي واعرف شنو شنو شنو. لكن لو كنت مهندس كان السودان كسب معماريا والله وكنت هندسيا، لكن انت فنان. انت عارف انا كنت بعمل تماثيل كنت بعمل تماثيل وابيعها بصبها بالسبيكه هنا دي، اعمل التمثال كده اعمل لي مولتن كده في الوطا واحفره كده واكبه واشكله. مش في تمثال بيكون قدام العربيه زول عامل كده في العربيات زمان، بس انا كنت بعمل الحكايه دي ابردها انضفها كويس واعمل لها هنا وابيعها. وانت فنان هسه السودان ساعد بك يعني اكثر من
لو كنت مهندس أو طبيب أو لأنه أنت الآن بتتعامل مع كل بيت في السودان بتحمل رسالة إنسانية وفنية، لأنه الدأب على النجاح والصبر عليه وفي حد ذاته قيمة، وأنت كنت مشارك في كل النواحي الجمالية في هذا البلد على إطلاقه وعلى اتساعه. نعم. مين في الأحبة؟ نسمع. وحبا غيرك يا قلبي فاكر المحبة ممكن يسيبه شايف حبيبه ممكن يسيبه مشتاق وخايف الأنظار تصيبه الأنظار تصيبه يا ريتو يعرف تقدير وعندك يا ريتو يعرف تقدير وعندك لو كان بيحبك وداير يعهدك لو كان بيحبك وداير يعهدك ما كان جفاك وكتر في صدك ما كان جفاك كتر في صدك وتناسى غيرك وخلاك لوحدك وخلاك لوحدك يصعب يا قلبي تنسى الليالي يصعب يا قلبي تنسى الليالي الفرقة حاصلة والعهد غالي قصدك انت طردا انشغالي قصدك انت طردا انشغالي وتسيبني وحدي وتتبع خيالي خيالي
شكرا لك استاذ نشر حبيل، وشكرا لعطائك المخضر الجميل طيلة السنوات، والذي يعني بنامل انه يستمر لسنوات اخرى قادمه اكثر اناعا واخضرارا. بروفيسور قبل قلت خطين، احنا زي اللي قلناهم يمكن سته ولا خطوط يعني كثيره جدا، تشعب تشعب في مجالات مختلفه زي ما قال، على الروح ما خلى حاجه ما هبشه. وحقيقه لو عقبت وانت المختص في المجال، افتكر انه الفنان نشر حبيل وزيه وزي معظم الفنانين في العالم دائما يعني بتلقى الفنان من طفولته متشبع بكل ضروب الفنون الثانيه، بعد اختيار الخط المفروض يمشي فيه بيكون فيه صعوبه، فبتتلازمه معظم الخطوط دي. فدائما بنلقى الفنان المغني يا رسام يا كاتب يا شاعر، الخطوط دي كلها بتكون معاه، بعد ذاك بينفرد بخط واحد والتانيات بيكون مصاحبات له. فنحن لو لاحظنا الاستاذ نشر حبيل وجود الفنون والرسم درسه، ولاحقا درس الموسيقى، الاثنين ماشات في خطين ما متنافرات ولا متوازيات انما متشابكات. لذلك ان لا 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 لا. ومن خلاله ما قدموا في الفن التشكيلي من رسم وتلوين ومجلات وغيرها يمكن تجوها في حلقات لاحقه، وما قدموا في الفنون هي بنفس الخط التزم وخدم المجتمع السوداني بشكل ما عادي. ودائما الفنان ما يقدم للمجتمع بتاعه هو قيم تربوية، قيم أخلاقية، قيم يعني أنا ما أقدر أقول حتى إيفن على المستوى السياسي برضو بيسيطر على حاجات كثيرة جدا، لكن بيبقى بعد ذاك كيف نحن نستوعب هذا الفنان في 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 مخيلتنا ونقدم له العون والدعم والسند في أنه هو يواصل ويبتكر بالرغم من معاناة كل فنان بتختلف من آخر. فشفنا المعاناة اللي عاناها الأستاذ نشر حبيل أحمد منذ الطفولة إلى مراحله الأولى في أواخر الخمسينات والستينات، والذي خلقت منه الفنان نشر حبيل الليلة نحن بنوثق لأعماله، بنوثق لخطوطه المتداخلة دي. يمكن هي حلقة كانت مختصة بالتكوين، نعم، بالبدايات بنشأة فنان شامل ومتعدد المواهب. سليمان انت شاركتنا في الحلقة دي وسعدنا بمشاركتك وأدائك لأغنيات بمصاحبة أستاذ نشر حبيل. حنسمع هسا أغنية نسمع حبيب العمر، حتغنوها سوا. إن شاء الله شكرا. صبح حالي في لوعه
كشمعة تدور يصبح حالي في لمعة كشمعة تدور هل بي لو جربت يا المحبوب انت حال البي لو جربت يا المحبوب كنت بكيت من قلبك ودمعك سال انت في بالي يا حبيبي ليلي سليمان. وانت يعني بتطربنا في هذه الحلقه من خلال مشاركتك لاستاذنا نشر حبيب واللي بيحسه الانسان الواسع اللي صقلته الفنون وهذبته شذبته المعاني الانسانيه المختلفه للفنون واحده من قيم الاصيله والنبيله في العالم عموما. شكرا استاذ نشر حبيب. هي حلقه اولى في سلسله من الحلقات دعنا في الخواتيم نجد لها اسم وانها كانت حلقه للتكوين التكوين الانساني والفني للاستاذ نشر حبيب. انا سعدت بلقائك من خلال هذه الحلقه وبسردك الجميل ودائما من كل حلقه الكثير من المعاني المستمدة هي ما يمكن أن نختتم بها هذه الحلقة والحلقات القادمة. الصبر، الإحساس بقيمة إنسانية وفنية عظيمة متواجدة ومخلوقة، صبر دأب ومجهود من خلال كل هذه السنوات. شكرا لحضورك في خارطة هذا البلد الفنية بأناقة وبلباقة وبحضور وبوعي. ما تبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفنا المتواجدين معنا في هذه الحلقة. بروفيسور شكرا لك كثير ونتمنى أنه صاحبنا في الحلقات القادمة لأنه لسه يا دوب زي جزئية الموسيقى جاية. نعم نعم بشكل يعني إن شاء الله تكون معنا إن شاء الله ونسأل الله لكم التوفيق والسداد فيما أنتم تسعون إليه من يعني إسعاد الشعب السوداني وإرسال رسالتكم لكل العالم وكل من يشاهدكم إن شاء الله. سليمان أبو علام شكرا لك كثير. شكرا لكم. وطالما كانت الحلقة عن التكوين أنا أكثر زول كونت فكرة كويسة واستفدت كثير من الحلقة دي. شكرا لك كثير. أخيرا أستاذ نشر حبيب زي ما بدينا بتحياتنا للمشاهدين بأغانيك حنختم بواحدة من جميلات أغنياتك.
كتير في الحب عشنا كتير في الحب شفنا شفنا كتير في الحب شفنا جماله واحلى خصاله شفنا جماله واحلى خصاله شفنا جماله واحلى خصاله وذقنا الجحيم ونار الغلب عشنا وشفنا شفنا كتير في ناس بتدوب في الريت والذكرى ناس أحلى مدوم مفتكرة تطرح حنانا وخالي زمانا تطرح حنانا وخالي زمانا تطرح حنانا وخالي زمانا تطرح حنانا خالي زمانا وتهدم تبني تشيد الحب عشنا وشفنا شفنا 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 كتير في بس ليه ديما هواكم خافي بس ليه ديما لما تجافي بس ليه ديما هواكم خافي انا والحب والريد الوافي انا والحب والريد الوافي حلفنا ديما احلام من بافي حلفنا نجيب احلام من بافي حلفنا نجيب أحلام من ما في حلفنا نجيب أحلام من ما في ونحلف إنه أم بالحب عشنا وشفنا شفنا 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 وشفنا كتير في الحب
أخيرا كانت هذه أولى الحلقات في سكة وتر في مشوار خصصناه لبعض الضوء على مسيرة أستاذنا شرحبيل أحمد من خلال هذه المسيرة الطويلة المتشعبة الاتجاهات في مسيرة فنية موفقة. الحلقات القادمة بإذن الله نستمر في هذه المسيرة وسكة وتر. شكرا لكل الذين تابعونا والشكر أيضا للذين سينضمون لسكة وتر في القادم من الحلقات بإذن الله تعالى. دوما صدقا أنا أتمناكم بخير.